السلام عليكم طلاب، يا رب الجميع بخير. اليوم محاضرتنا تكمل المحاضرة السابقة بعد ما حكينا عن الأتومز والكريستال وشون الكريستال ماتيريال تتكون. نجي نحكي بهاي المحاضرة على الدنسيتي اوف كومبيوشنز، نقصد بيها يعني كثافة الكريستال ماتيريال لو الأمورفس شلون تنحسب. نبدأ بكثافة الكريستال. Since the entire crystal can be generated by repetition of the unit cell. احنا حكينا انه الكريستال سنجل كريستال تتكون من مجموعة يونت سيل، وحكينا عن اليونت سيل وتفاصيلها، بس اليونت سيل قلنا تمثل مثل وحدة البناء، شلون عندنا الطابوقة تكون بقية الجدار او وحدة البناء، وكذلك بالشكل المعيني او الهاني سيل اللي هو الشكل المعيني يكون الهاني سيل. هنا نحكي الى اليونت سيل هي اللي تكون الكريستال. نجي هنا شلون نحسب density of the crystalline material، المادة المتبلورة شلون نحسب كثافتها، وأنا مأشرها بالأحمر لأن جدا مهمة القانون وطريقة الحساب. density of crystalline material نرمز لها بالرمز رو يساوي density of a unit cell تساوي كثافة وحدة الخلية unit cell، يعني كثافة الكريستالين ماتيريال هي نفسها كثافة unit cell اللي هي شنو؟ اللي هي تساوي الاتومز in the unit cell اللي نرمز لها بالرمز N في mass of an atom في كثافة في كتلة عفوا الذرة على the volume of the unit cell اللي هو VC. فإذا أعيد، الكثافة مال الكريستالين ماتيريال هي نفسها كثافة اليونت سيل، واللي تساوي density of the unit cell كثافة وحدة الخلية، اللي تساوي الاتومز in the unit cell عدد الذرات باليونت سيل الوحدة شقد، في كتلة الذرات اللي هي الماس اوف الاتومز على فاليوم اوف ذا سيل على حجم اليونت سيل. الاتومز ان ذا يونت سيل الان يختلف من اف سي سي بي سي سي ات سي بي. بالاف سي سي يساوي 2، احنا قايلين بخصائص الاف سي سي البي سي سي عفوا الان يساوي 2، بالاف سي سي يساوي 4، بالات سي بي يساوي 6. هاي لازم تحفظها، انه الان بالبي سي سي قد يساوي عن الاف سي سي وعن الات سي بي. البي سي سي يساوي 2 فقط، بالاف سي سي 4 وبالات سي بي 6. هاي الان اللي هي معلوم. نجي الى الثاني، الجزء الثاني اللي ما معلوم اللي هو ماس اوف ان اتومز اللي هو كتلة الذرة، ويساوي الاتوميك ويت الوزن الذري اللي نرمز له بالرمز A in AMU اللي هي حكيناها بثاني محاضرة عفوا. AMU or الجرام على المول، اذا هي يما تساوي جرام على المول او الـ AMU، وهي موجودة بالبيرودك تيبل بالجدول الدوري احنا خالينها حتى نحول مثل ما أشرنا سابقا، حتى نحول الماس from AMU to gram we have to divide، نحن نحتاج لنقسم الأتوميك ويت in AMU by the Avogadro number. Avogadro number احنا هم شارحي قبل، ومقداره ثابت يساوي 6.23 بالألف في 10^23 أتوم لكل مول. يعني احنا الوزن الذري موجود بالجدول الدوري على شكل AMU، حتى نحوله للجرام لكل مول نضربه في الأفوكادو نمبر واللي هو عندنا ثابت 6.23 في 10^23. نجي الى الجزء الثالث حتى نحسب الكثافة اللي هو الفاليوم اوف ذا سيل، حجم الخلية اللي هو VC يساوي A3 في حالة الـ FCC والـ BCC.
علم ان يكون عندنا ال FCC وال BCC زين، عندنا اثنين مكعب، فطول الضلع تكعيب الحجم مالته اي تكعيب، بس ايش عندي عند الاي مختلفة بال FCC عن ال BCC؟ الاي بال FCC يساوي لنا 2 ار جذر 2 وشارحينها بالمحاضرة اللي فاتت، بينما عندنا بالبي سي سي يساوي لنا 4 ار جذر 3. جدا مهمة هاي، وير الار از ذا اتوميك راديوس اللي هو قطر الذرة، نصف قطر الذرة. لذلك the formula for density is Na على VC Na. يعني احنا نرجع نفسها، ترجم للقانون الكثافة يساوي لنا N زين في Na على VC Na زين. ال Na أفوكادو النمبر، ال VC هو حجم الخلية اللي قلنا يساوي لنا أي تكعيب، وبال FCC يختلف عن BCC، بال FCC يساوي 2 R جذر 2 FCC، بينما بال BCC ال A يساوي 4 R جذر 3. ال N Atomic Number واللي موجود عندنا يختلف من 2 بال Atom Neon Cell، بال BCC 2، بال FCC 4، بال HCB 6 زين. فهو هذا القانون العام اللي نحسب من عنده الكثافة المن للكريستلين ماتيريال، المادة المتبلورة، واللي هي تكون كثافة المادة المتبلورة مساوية إلى كثافة اليونت سيل. هنا شاير لك ملاحظة إنه الأتوميك ويت عن أتوميك راديوس أوف ماني إليمنت يو كان فايند إذا تيبل إن ذا باك أوف تكست بوك فور كفر، يعني تقدر توجدها بال جدول الدوري، خليت أنا الجدول الثاني، تقدر توجد من عنده في المحاضرات السابقة الوزن الذري مؤشر بالأحمر. نجي البولوموفيزم عند الإتروبي. Some material may be exist in more than one crystal structure. بعض المواد موجودة بأكثر من حالة crystal structure، يعني إلها كريستال ستركتشر حالة معينة، وبغير مادة نفس هذا العنصر إلها كريستال ستركتشر مختلف عن الأول. هاي المادة اللي إلها كريستال ستركتشر مختلف من حالة لحالة سمينها بوليمورفيزم. هسه بوليمورفيزم إذا تجيك شنو معناتها؟ إنه معناتها إنه ماتيريال عدها كريستال ستركتشر أكثر من كريستال ستركتشر، يعني المادة موجودة بأكثر من كريستال ستركتشر. If the material is in any solid scope trop، وإذا الماتيريال هاي موجودة بالحالة الصلبة يعني لها أكثر من كريستال ستركتشر نسميها إلتروبي. Example of إلتروبي، مثال على الإلتروبي شنو؟ الكربون، هو الكربون which can exist، واللي ممكن يظهر على شكل دايموند كريستال ستراكشر، ما تكون دايموند جرافيت اند امورفوس كاربون، يعني الكربون موجود جزء على شكل الدايموند والجرافيت والامورفوس كاربون، وهاي موجودة عندنا شكل الكريستال بالدايموند شلون عنها بالجرافيت واضحة بالرسم، وهاي المادة الثانية بيج مينستر فلوري، وهاي جوا الكربون نانو تيوب. التيوب تعرفون شو التيوب؟ يعني شلون خلينا نقول نسميه البور الصغير. فالكربون نانو تيوب هذا هو على شكل كربون بس على شكل تيوب بالنانو. طبعا هذا الكربون نانو تيوب العنصر اللي يعني هذا المادة هي حققت طفرة كلش كبيرة بالصناعة. هاي المادة لها فضل باختصار حجم، يعني هي بقيت مواد النانو، لكن الكربون نانو تيوب بالتحديد إلى فضل باختصار حجم التليفون، يعني هذا التليفون اللي عندنا سواء آيفون أو هواوي أو سامسونج أو بقية التليفونات اختصر حجمها وتأدي هاي الكفاءة العالية، هذا كله فضل الكربون اللي اختصر سعة الخزن
واللي عنده بإمكان التصنيع من عنده رامات ذات خزن عالية وصغيرة بنفس الوقت بالحجم، حسن الخواص مقارنة بالحجم، فحقق طفرة كبيرة بالصناعة. البيور سوليد كربون، الحالة الصلبة للكربون، كورين 3 كريستلين فورم، ثلاث حالات. شنو كريستلين؟ دايموند، شكل مثل الدايموند الألماس، والجرافيت، واللارج هالو فلوريسن. Two kind of fluorescence are shown in the back Mr. Fluorescent، يعني ما موجود هيك على شكل كرة يسمونه back Mr. Fluorescent or carbon nanotube، اللي هو هذا، يعني انه احنا الكربون بالحالة الصلبة موجود بثلاث حالات كريستلين، نقصد بها كريستلين متبلورة، يا اما دايموند على شكل الماس او جرافيت او باك ماستر فلورسن او نايتيوب. نجي الى السنجل كريستال اند بولي كريستلين ماتيريال، المواد المتعددة التبلور. بالسنجل كريستال the atoms are in repeating or periodic array over the entire existence of material، المادة على شكل متكررة من الوحدات من يونت سيل، مصطفى اصطفاف واحد، اتجاهية مالتها واحدة، حجمها واحد، هاي سنجل كريستال. بينما البولي كريستلين ماتيريال comprise of many small crystalline or grain، تتكون من مجموعة من الكريستال والجرين. The grain have different crystallographic orientation، الجرين شبيهة إلها اتجاهية مختلفة، مو اتجاهية ثابتة. There exist atomic mismatch with the region where grain meet، ويكون بها الجرين عدم التقائها بشكل واضح. This region are called grain boundaries، يعني مكان التقاء grain ويا grain، الحد الفاصل بيناتهم راح نسميه grain boundaries، حدود الحبيبات. وهاي موجودة رسميا، يعني شوف الأخضر مثلا غير grain والأبيض غير grain، الحد الفاصل بيناتهم راح يتألف من جرين من الأخضر ملونة باللون الأخضر والملونة باللون الأبيض، وهاي يسميها جرين باوندريز. شوف هذا الرسم اللي بصفها اللي هو الجرين، شوف كل جرين إذا تركز بالصورة راح تشوف اتجاه المربعات، هاي افتراضية مثل أتومز ذرات، فاتجاه الذرات تختلف واحدة عن الثانية، كذلك حجم الجرين او الكريستال الوحده، فهاي نسميها نقصد بها الاورينتيشن، يعني اتجاه الذرات بوحده من الجرين تختلف عن اتجاه الذرات بالوحده الثانيه، وهاي تاثر على الخواص العامه للماده، فهاي نقصد بها بولي كريستلين، يعني موجوده عدد من الجرين او الذرات بس مو كلها متجانسة، وإنما مختلفة بالاتجاهية وبعض الأحيان مختلفة بالحجم، لكن الحد الفاصل ما بين ذرة وذرة، جرين ويا جرين، نسميه جرين باوندريز. هسه هاي صورة البولي كريستلين ماتيريال، هاي الصورة السابقة افتراضية اسمها سكيماتيك، يعني إنه إحنا فارضينها رسم، بس هاي صورة حقيقية، توماستيك بودل أوف نانو كريستلين سوليد باي هذا المؤلف اللي هو ام او لاثيو جي اتش يو. شوف هذا هو اللي واجد، شوف هاي الصوره، اذا نكبرها هاي صوره حقيقيه للجرين، شوف اتجاه الجرين مختلف، هاي اتجاهها نحو اليسار، هاي نحو اليمين، هاي على شكل معينات، اضافه الى الحجم يختلف، واللون اللي بالابيض هو الجرين باوندريز. زين، هاي بولي كريستلين ماتيريال هم مادة متعددة، شوف حجم الجرين اللي هي بالألوان، اكو اكبر واكو اصغر، والحد الفاصل هو الجرين باوندريز.